والآن معنا رهف الرويلي من الرياض وهي مهتمة بالأفلام والمسلسلات الكورية. أول شيء نرحب فيك رهف، يا ليتني عرفت كيف أقول أهلا بالكوري، بس أكيد أنت تعرفي صح؟ أهلا أهلا، كيفك؟ إيه أنيو هسيو. أيوه، طيب هي هذه نبغى نسألك رهف في البداية عن سبب تولعك أنت شخصيا في الثقافة الكورية، سواء نتكلم عن فرق غنائية أو مسلسلات درامية، ليش؟ إيش اللي جذبك بالضبط؟ أنا صراحة ما دخلت على أي مسلسلات أو أي دراما على طول، لا أنا قلت قبل أن أنا دخلت على طول على فرقة BTS. فرقة BTS هي اللي شدتني، ومن فرقة BTS صرت أشوف أشياء ثانية، بس هي الفرقة أول شيء اللي شدتني على طول. طيب، يعني هذا المسلسل يا رهف، أول شيء هذا المسلسل يعرض حاليا على أحد منصات الترفيه، والمتابعين له خلال أيام تخطوا حاجز 100 مليون. أنا أسألك كوحدة مهتمة بالأعمال الكورية، وش رأيك أو وش سبب هذا الاهتمام؟ أول شيء القصة اللي قاعد يطرحها مسلسل سكويد جيم جدا فريدة من نوعها، جدا مدروسة، رغم أنها معقدة قاعدين يقدمونها بشكل جدا مبسط، يعني المشاهد هو يشوف المسلسل ما هو قاعد يفكر، ما هو قاعد يحلل المسلسل، غير أن يعني الطبقة مو بالعادة المسلسلات الكورية يعرضون علينا الفقر بهذا الشكل الواقعي، مو بالعادة يعرضون علينا موضوع الديون بهذا الشكل الواقعي، بالعادة اللي متعودين عليه أو دائما اللي نسمع عن المسلسلات الكورية أنها رومانسية وإلى آخره، لكن ما تعودنا على هذا الواقعية في العرض. طب غير ما أقدر أقول التطور اللي صار، النقلة اللي صارت، وغير المونتاج الدموي المبدع اللي صار، يعني حتى اللي ما لهم المسلسلات الكورية بس يحبون أفلام الأكشن، يحبون أفلام الإثارة، قاموا يشوفون المونتاج الدموي جدا رائع، القبول الهائل جاب سبة المونتاج. طب غير موضوع الواقعية يا رهف، المهتم بالثقافة الكورية اليوم بإيش يهتم تحديدا وعن إيش يبحث؟ الصراحة أنا كل واحد، يعني إحنا اللي مهتمين بالثقافة الكورية كل واحد عنده أولويات غير في الاهتمام، يعني في ناس مهتمين بالفن الموسيقي أكثر، في ناس مهتمين بالمسلسلات والدراما أكثر، وفي ناس حتى مهتمين بس بالثقافة التاريخية الكورية الجنوبية، فأقدر أقول إن لا، كل واحد عنده اهتمام أكثر من الثاني بشكل مختلف. طيب رهف، يعني سؤال، مثلا اللي يحبون الأعمال أعمال هوليود، خلينا نقول أعمال هوليود مثلا، أو اللي يحبون أعمال بوليود الهندية، زين، وش الشيء اللي يخليهم مثلا يتركون هذه الأعمال ويروحون يشوفون الأعمال الكورية؟ والسؤال بالعكس كمان يا رهف، اللي يحبون الأعمال الكورية وش اللي يخليهم، هل هم يتابعون كوريا بس الأعمال الكورية، ولا يشوفون أعمال هوليود وبوليود وغيره؟ لاحظت في تنوع، ترى في ناس يحبون يتابعون كل شيء، التركي، الهندي، الكوري، وفي ناس لا، تحديدا الكوري، ويعني من موسيقى ومن مسلسلات ومن يعني كأي شيء كله كوري، ففي تنوع الصراحة. طب بما أنه يعني رهف أنت من الناس اللي تحب الأغاني أو الموسيقى الكورية، إيش اللي جذبك فيها تحديدا؟ لأن إحنا بنشوف كمان كثير من المراهقين خاصة في السعودية يعني يحبوا هذا النوع، هذا النمط من الموسيقى، ليش؟ الفن الموسيقى اللي قاعدين يقدمون الفرق الكورية، يعني زي ما قلت خاصة BTS، غالبا ما يكون فيه رسالة، ما يكون فيه مغزى، فيه هدف بالأعمال اللي قاعدين يطرحونها، بالألبومات، بالموسيقى اللي قاعدين يسوونها، هذا كله شيء غير يعني الإبداع في العمل، يعني الأشياء اللي قاعدين يقدمونها متعوبة عليها، قاعدين نشوف جهد مكبوب في الأشياء اللي قاعدين يقدمونها، نقدر نقول الكرياتيفيتي هي اللي قاعدة تجذبنا. أوكي، طيب رهف، أبغى أطلب منك 3 أشياء مزايا في كوريا تشوفينها موجودة في كوريا عن دول العالم، وش هالمزايا؟ أبدأ برقم 1، وش هي؟ رقم 1 نقول الترفيه عندهم، إن كوريا جداً دولة ترفيهية، يعني
مهتمين بالأشياء السياحية. إيه. الأشياء اللي يقدمونها سياحيا جدا جميلة. رقم اثنين. هذا أقدر أحط رقم واحد. رقم اثنين يا رهف. رقم اثنين البلد قائم تجاريا. أوكي. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة ها. ما عندي رقم ثلاثة. وأنا أثبت إن أي شيء كوري الآن رائج. خلينا نسهل عليها. رقم ثلاثة مو كيف نقول مع السلامة بالكوري؟ مع السلامة. يعني هل أفهم إني المفروض أمشي؟ لا لا والله. لا لا. يعني أنا كتبت عندي كيف أقول مرحبا. أنا أبغى أعرف كيف أقول مع السلامة أو شكرا شكرا. مع السلامة. كم سامدة. كم سامدة. إيش اسمها؟ كم سامدة بس الأنفورمال تكون كماو. كم سامدة. والله. طيب وش الأكلة الكورية اللي تأكلينها؟ أعطينا اسمها. دوكوبوكي. دوكوبوكي. أوكي. طيب اسمعي. اسمعي. إذا أبغى أقول التغريد أهلا وسهلا شو أقول لها؟ أنا سياه تمشي. أنا سياه. أنا سياه. دوكوبوكي. الله يخلي أمك وأبوكي. تعلمتيها من وين يا رهف؟ أمانة. درستيها ولا من المتابعة ولا كيف؟ ومن الاثنين. انا درست كورس لغه كوريه بالجامعه اكيد، بس كمان المتابعه لحالها تكفي انها تعلم صراحه. اللغه ابدا مو صعبه، جدا سهله. حلو. اللغه الكوريه سهله جدا سهله. اوكي. طيب شو تصنفينها، اللغه الانجليزيه ولا الكوريه اسهل؟ لا طبعا الانجليش اسهل، بس الكوريه مو بصعبه زي ما هي كذا ظاهره انها صعبه. طيب عندكم واحده مبتدئه تغريد. ايوه انا ابغى اتعلم. اسمعي السي في حقها. انا زيك مبتدئ. اسمعي يا رهف. اسمعي 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 تغريد السي في حقها خمس حلقات. من المسلسل. هذا السي في حقها. وش تقولين لها؟ اهم شيء النيه يعني موجوده. أهم شيء إني أهم شيء إني لا دام إني موجودة خلاص الأمور طيبة إن شاء الله. طيب أنا أقول لك يا رهف يعطيك العافية، وقبل ما نودعك كمهتمة بالأفلام والمسلسلات الكورية رسالة قصيرة لكل الكوريين وخاصة الكوريين الموجودين عندنا في السعودية، ودعيهم وقولي في أمان الله. أقولها بالكوري؟ إيه بالكوري بسرعة. لا قلت لكم إحنا مبتدئين. طيب يلا ما عليه، أجل نأخذها منك بالسوشيال ميديا. من الرياض رهف الرويلي المهتمة بالأفلام والمسلسلات الكورية، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.